الرحمن الرحيم. النهارده ميعادنا مع الجيومتري وليسن 2 فيرتيكالي اوبزيت انجل. فيرتيكالي اوبزيت انجل الاختصار بتاعها في او اي فيرتيكالي اوبزيت انجل. يعني ايه فيرتيكالي اوبزيت انجل؟ تمام. هنا ال A B ال A B وهنا ال C D هنا ال M. يبقى الانجل دي دي الانجل X وال X اسمها vertically opposite angle، وهنا الانجل دي equal الانجل دي. طيب if the two straight line intersect then every two opposite angle vertical angle is equal. يعني angle 1 equal angle 2 وangle 3 equal angle 4. تمام كده. اذا استقطع مستقيمان فان كل زاويتين متقابلتين بالراس vertical opposite angle are equal in measure. تمام كده. طيب ناخد بقى شويه امثله على الكلام ده. نيجي مثلا هنا هنا M هنا B هنا A D C. الانجل دي 40 ديجري والانجل دي 30 ديجري. عايز بقى الانجل اللي عايز الانجل ديت والانجل ديت. تمام كده. طيب انا عندي ال دي ايه بس ماشي نسميها ديت هنا الدي امال دي ايه؟ ثانية دي او يبقى سي او انترسكت الاي بي ام ام زين انجل ام بي ام سي ايكوال انجل اي دي سي فيرتيكالي اوبس انجل. يبقى انجل ميجر انجل اي ام دي ايكوال 40 ديجري. يبقى دي 40 ديجري. طيب عايزين بقى الانجل مين؟ طيب ما ديت ال ام وال بي والام والاي ار اون وان ستريت لاين. يبقى ديت ميجر انجل ام بي ام اي ايكوال 180. يبقى الانجل دي سي ام دي سي ام سي ام سي ام دي ايكوال 180 ماينس هنجمع دول 40 بلس 30 يبقى دي 70 يبقى دي 110. تمام كده. طيب ودي طبعا لو هو عايز الانجل ده هي هتبقى 140. ليه؟ لان دي 180 ماينس 40 ايكوال 140. تمام كده. سؤال سهل وبسيط. طيب في برضو حاجه تانية احنا خدناها قبل كده الاكيوميليتيف انجل اوف وان اوف ا بوينت. اكيوميليتيف انجل native angle on أو a point. مجموع الزوايا المتجمعة accumulate يعني متجمعة حول نقطة equal 360. تمام. يعني مثلا لو خدنا هنا السؤال الشهادي بيجي وده لازم يجي لك في الامتحان بتيجي تقريبا بالشكل ده كده. هنا مثلا M وهنا A وهنا ال B وهنا ال C ودي جايبها لي دي 90 جايب لي دي 90. تمام. وجايب لي دي 150 وعايز الانجل دي. طبعا هنقول له since measure او sum of measure angle of a point M equal 360 then measure angle اللي احنا عايزينها بقى CMB CMB equal 360 degree minus 90 plus 150 دول 240 يبقى equal كام؟ 120 degree. سهل. يبقى دول كلهم كام؟ 360.
يبقى 300 ماينس ونجمع دول مع بعض، اوكي؟ سهلة وبسيطة. طيب ناخد كمان مثال. مثال تاني اهو على الاكيوميتيف انجل. ادي المثال ديت، ادي ال A، هنا M، وهنا ال B، والانجل دي 40 والانجل دي ايه 90، وعايز الانجل دي اللي هي ريفلكس. يبقى انجل ميجر انجل بي ام اي ايكوال 360 ماينس 90 بلس 40، يبقى دي 130. يبقى 360 ماينس 130 ايكوال 230 ديجري، اوكي 230 ديجري. طيب ناخد ملحوظه بقى، شويه ملاحظات كده. الملحوظه اللي عندنا عندنا هنا ده 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 ده، هنا سي اي بي، هنا اكس اكس، هنا اي، هنا اف، بيقول لي تساوي زاويتين. المقصود هنا العلامه دي علامه الاكس، يعني الانجل دي ايكوال انجل دي، والعلامه ده هي معنى الانجل دي ايكوال الانجل، تمام؟ لازم ناخد بالنا كده، تمام؟ يبقى العلامه ديت معناها ان الزاويه دي بتساوي الزاويه دي، وهكذا، تمام كده؟ لما يجي لي اكس واكس او نجمه او اي حاجه. طيب البايسكت اوف، نيجي بقى للبايسك. ايه البايسك؟ عندنا المنصف، يعني بايسك اللي هو المنصف، يعني عندنا ادي انجل اهي 90. لو جينا عملنا كده بايسك يبقى الانجل دي ايكوال الانجل دي، يبقى دي 45 ودي 45. طب لو جينا عملنا كده يبقى دي 22.5 هاف، يعني اوكي دي اسمها البايسك، تمام؟ طيب يبقى the angle bisector it's the ray that divides the angle into two equal a equal to measure، تمام؟ يعني زي ما احنا رسمنا كده، اوكي؟ طيب كده الدرس ده التاني خلص. نشوف اذا معانا وقت نحل حاجة هنا. نيجي مثلا بسم الله الرحمن الرحيم لسن اهو خلاص. طب لسن 2 ناخد مثال. مثال اهو في كتاب المدرسة، جايب لي الرسمة هي، ودي كده ودي كده، هنا ايه، هنا بي، هنا سي، هنا بي، وهنا ال E. جايب لي ديت كام؟ 135. بيقول لي اف دي بيلونج ل اي سي، يعني دي 108 سبلمنتري، وديت 100 انجل دي 135. بي اي بايسك دي بي اي، البي اي بايسك دي بي اي، يعني الانجل ده هي ايكوال الانجل دي. طيب فايند، عايز بقى ميجر انجل اي بي دي. اول حاجه A B D الانجل طبعا ديت ال A B D equal 180 minus 135، يبقى دي 5 ويبقى 44 45، الانجل دي 45. طيب ال B A bisect angle D B A، يبقى الانجل A B E برضو 45، يبقى measure angle A B E equal 45 degree. ايه تاني عايز؟ عايز D B E دي بي اي دي كلها، يبقى دي بي اي ايكوال 45 بلس 45 ايكوال 90 ديجري. ايه تاني؟ سي بي اي، سي بي اي الانجل ديت
يبقى سي او ميجر انجل سي بي اي ايكوال 180 ماينس ال 45 ايكوال 135 ايكوال 135. ده كان مثال في كتاب المدرسه. طب نشوف كمان مثال. شوف المثال اللي بعده او ده. نشوف مثال تاني. طيب نشوف مثال. مثال ده كده ننهي بيه. ده كده ماشي. وده ده جاي كده. ده جاي ده على استقامة واحدة. طيب دي ايه؟ ديت او ودي 140 اسمها او. النقطة دي اسمها او. طيب طبعا دي 90 بس جايب لي هنا 40 يبقى دي كام؟ 50 على طول من غير ما ابص للمسألة. دي بي ديت 70 وديت سي وديت دي ودي ايه اتش. تمام. طيب بيقول لي ان ذا اوبوزيت فيجر او سي او سي بيربنديكولار او اتش. او اتش يعني ديت 90. طيب و او اي او اي و او دي اون ذا سيم ستريت لاين يعني دي 180. تمام. طيب فايند ذا ميجر بي او سي. عايز الميجر بتاع الانجل بي او سي. فين البي؟ بي او سي ده هي. تمام بس كده. طيب من غير اي حاجه خالص طالما مش محتاج لكل ده. انا عندي الدي والاو او الدي او والاو سي ان وان ستريت لاين يبقى الانجل دي او اي ايكوال او سبلمنت يبقى 180. طب انا عندي دي 70 هو جايبها لي في الرسم وديت 40. الاول طبعا هو ما جايبليش دي انا اللي جبتها. دوت بيربنديكولار ده يبقى 90 يبقى الانجل ده هي سي او دي دي 50 ودي 40 يبقى دي ايه 90 اهي. طيب الانجل خلاص انا مش عايز دي انا عايز دي 50 يبقى 180 الانجل اللي هو عايزها ماينس 50 بلس 70 ايكوال 120 يبقى الانجل ميجر انجل بي او سي ايكوال 180 ماينس 120 ايكوال 60 ديجري. يبقى دي كام؟ 60 ديجري. هي الفكره ان انا عندي ديت ايه 90. طب انا عندي دي 40 يبقى دي 50. عندي 50 ودي 70 ده اون ذا ستريت لاين يبقى دي 180 يبقى 180 ماينس ال 50 بلس ال 70 يعني 180 ماينس 160 ايكوال كام؟ ايكوال 60. طيب نشوف كمان مثال. بيقول لي جايب لي الرسمه اهي. طيب وده بي دي بي وديت سي والنقطه انا اهو دي. طيب ايه تاني؟ وهنا النقطه اي ودي 55 دي 55 والانجل ده اهي ايكوال الانجل ديت ودي ايه. طيب بيقول لي ايه بقى؟ ودي اف. طيب قلنا دي ايه؟ دي اي. طيب بيقول لي ميجر انجل ميجر انجل اي سي بي ايكوال ميجر انجل اي بي اي بي سي. طيب والانجل ديت 55 عايز ميجر انجل ميجر انجل اف اف بي سي اف بي سي. فين الاف بي سي؟ اف بي سي عايز دي. طيب سهله جدا هنا اهو الدي بي انترسكت الاي سي ان البوينت دي نسميها ايه؟ سي. ماشي يبقى الاي اي انترسكت دي بي ان سي زد ميجر انجل دي سي اي ايكوال ميجر انجل اي سي اي فيرتيكالي اوبوزيت انجل يبقى دي 55. طيب ما هي ميجر انجل اي سي بي ايكوال ميجر انجل اي بي سي يبقى 55. طيب ما هو ده وان ستريت لاين لان الاف بيلونج الاف بيلونج الاي بي يبقى ميجر انجل اللي هو عايزها ميجر انجل الاف ب
BC equal 180 minus 55 equal ادي 5 ايه يبقى 25 الانجل 125 اوبتيوس انجل. تمام كده، وكده خلصنا من الليسون 8. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.